طبعا الصحفي عقد اليوم عرض العقيد التركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن صورا لأسلحة ومعدات عسكرية إيرانية أرسلت إلى الإنقلابيين الحوثيين وسيطر عليها التحالف. الأسلحة التي تم السيطرة عليها كما تشاهدون أمامكم، كافة الأسلحة الثقيلة من الRPGs والرشاشات وكذلك مضادات الدروع. أيضا تم العثور في وادي حيران على ناظور من الصناعات العسكرية الإيرانية، وهذا يثبت تدخل النظام الإيراني تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة، وكذلك اختراق القرار 2216. كما تلاحظون من المصادر المفتوحة موقع على المؤشر شعار أو اللوجو الخاص بالشركة، وهو موجود على المنظار الذي تم الاستيلاء عليه. كذلك الفترة الماضية كان هناك بعض الأدلة على التدخل الإيراني تزويد الميليشيات الحوثية بالطائرات بدون طيار. تشاهدون أمامكم إحدى طائرات أبابيل الإيرانية والتي تم إسقاطها جنوب الحديدة. ينضم إلي